خلال الأسبوع الماضي كان الجو كتير حلو، فينا نقول كان في شمس عطتنا شوي من الطاقة الإيجابية والتفاؤل، لكن بنهاية الأسبوع اليومين اللي مرقوا شفنا أنه الطقس تقلب، صار في شوية هواء وبرد. نعرف أكثر الجواب الصحيح شو هي أحوال الطقس، معنا عبر اتصال هاتفي حسان الجردي. يسعد صباحك. صباح الخير، صباحك يا هلا. اهلا استاذ، خبرنا كيف عم تكون احوال الطقس ودرجات الحراره بمحافظاتنا السوريه. هلا صباح الخير من جديد لك للاخباريه السوريه، لزميلتك. بالنسبه للاحوال الجويه خلال هذا الاسبوع مختلفه تماما عن الاسبوع الماضي، اجواء ربيعيه معتدله مع هطولات مطريه عشوائيه، تضل فرصتها قائمه باذن الله وموجوده باول الاسبوع وبنهايه هذا الاسبوع. هلا بشكل عام نحن عم نتاثر بحاله عدم استقرار بلشت من نهار الخميس، توصف على انها ضعيفه الشتاء، ادت الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره. الحرارات لليوم اقل من المعدل من 1-3 درجات مئويه، والاجواء الربيعيه المعتدله هي سيده الموقف مع بقاء الفرصه ان شاء الله لهطل زخات عشوائيه من المطر في مناطق متفرقه تكون بالساحل السوري احتماليه حدوثها اكثر، وبدات منذ ساعات الصباح الباكر الهطولات بمناطق متفرقة من الساحل السوري. الهطولات تمتد إلى أجزاء من الشمال الغربي والجزيري وصولا إلى أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون. أما الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعة الهبات في بعض الأحيان 40 كيلومتر بالساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة مياه البحر 21 درجة مئوية. استمر معنا هذه الأجواء لليوم فقط، بعدين بتبلش الأجواء تستقر من نهار بكرة نهار الأحد والاثنين، ليكون الاستقرار خلال فترة زمنية قصيرة تستمر ليومي الأحد والاثنين، وتكون الحرارات فيها أعلى من المعدل من 2-4 درجات مئوية نتيجة الارتفاع بدرجات الحرارة في مختلف المناطق على امتداد الجغرافيا السورية، والأجواء بين الصحوي والغائمة جزئيا بشكل عام أجواء سليمية بالمناطق الشرقية والبادية. تعود الأجواء إلى حالة عدم الاستقرار بدءا من يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، درجات الحرارة تميل للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بخليج أو ببعض المناطق، خاصة بالمناطق الجبلية تكون حول المعدل أو أدنى بخليج، مع وجود الأجواء الربيعية الدافئة بين الصحوة والغائمة جزئيا، وفرصة لهطل زخات عشوائية من المطر في أماكن متفرقة من البلاد، واستمرار الأجواء السليمية المغبرة بالمناطق الشرقية والبادية السورية. بشكل عام الأجواء الربيعية المعتدلة مثل ما ذكرت هي سيدة الموقف، والهطولات المطرية عشوائية الحدوث موجودة بمطلع هذا الأسبوع لليوم لنهاية الأسبوع المساء القادم بإذن الله تعالى. فروقات بالحرارة راح تكون اليوم واضحة جدا خلال ساعات الليل والنهار تحديدا بالمناطق الجبلية. التحذيرات بنحذر دائما خلال هيك أجواء من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الأجواء السليمية المغبرة بالمناطق الشرقية والبادية، والتحذير الأهم هو من الفروقات بدرجات الحرارة بين الليل والنهار نتيجة الأجواء الربيعية المعتدلة والاختلاف الواضح بدرجات الحرارة. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 25-14، قنيطرة 21-10، القلمون المرتفعات الجبلية 19-20، ترعة 27-13، السويداء 23-11، المنطقة الوسطى حمص 25-14، حماه 27-18، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 25-21، بالساحل السوري زلادية وطرطوس 23-18، بالشمال حلب وإدلب 29-15، دير الزور الرقة المنطقة الشرقية 32-20، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 29-15. استاذ حسان الجردي، بدنا نشكر كل المعلومات اللي ذكرتها، وبدنا دائما هيك ان شاء الله هيك نحن مقبلين على الصيف، يا رب ما يكون هيك كثير حر علينا ويناسب الاوضاع الخدميه. بدنا نشكرك واكيد يسعد صباحك عن جديد. شكرا لك حسان الجردي المتنبئ الجوي. شكرا لك استاذ حسان.